بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددنا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.